أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الصحية من الميادين. إلى العناوين: الولايات المتحدة الأمريكية توصي رعاياها بتجنب السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب موجة جديدة من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. تعاون بين هافانا وطهران يسفر عن تصنيع اللقاح الكوبي المضاد لكورونا سوبرانا 02 في إيران. وفي الصحية أيضا: طب الأسنان الرقمي تكنولوجيا حديثة تسهل مهمة الأطباء وتخفف آلام المرضى. أهلا بكم. دعت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها إلى تجنب السفر إلى كل من ألمانيا والدنمارك بسبب ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلدين اللذين يشهدان موجة وبائية جديدة. الخارجية الأمريكية نشرت تحذيرا من المستوى الرابع، وهو الأعلى على الإطلاق لكل من هذين البلدين، مشيرة إلى أن هذا التحذير يعني أن هناك مستوى مرتفعا جدا من الإصابات. خطوة تأتي فيما تواجه أوروبا موجة جديدة من الوباء، حيث أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى ما يقارب 5.5 مليون حالة، مع ملامسة عدد الوفيات 100,000. كشفت دراسة جديدة أن عقار فلوكستين المضاد للاكتئاب يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى حالات كوفيد 19 الشديدة. وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة جاما نتورك أوبن جورنال إلى أن معدل الوفيات بين من تناولوا هذا العقار كان أقل من أولئك الذين لم يفعلوا، حيث بلغت نسبة الوفيات لدى الفئة الأولى 9% مقابل 13% لدى الفئة الثانية. كما أثبتت الدراسة أن عقار فلوكسامين أيضا فعال بشكل كبير لتقليل خطر دخول مريض أو لتقليل خطر دخول مريض كورونا إلى المستشفى. كشفت دراسات أن المشروبات المحلاة بالسكر يمكن أن تؤدي إلى شيخوخة مبكرة للدماغ بمقدار 11 عاما لدى تناولها أكثر من مرتين كل يوم. باحثون في كلية الطب بجامعة بوسطن أجروا دراسة على 4200 شخص، خلصوا إلى أن استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر يؤدي إلى الإصابة المبكرة بالخرف ويعرقل عمل الذاكرة. الدراسة حذرت من الأضرار الكارثية للسكر على الدماغ، إضافة إلى أضراره على القلب وارتباطه بالسمنة والالتهابات المزمنة. تجمع كوبا وإيران اتفاقيات عديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية. وفي ظل انتشار جائحة كورونا وسع البلدان تعاونهما ووقعا اتفاقية لتصنيع اللقاح الكوبي سوبرانا 02 في إيران، الذي تتجاوز فعاليته 92% ضد سلالات بيتا ودلتا. هذا التقرير لعروة محمود. كوبا وإيران بلدان محاصران منذ عقود طويلة، لكنهما صامدان بقوة أمام الضغوط، واستطاعتا تحقيق إنجازات نوعية في شتى المجالات. البلدان يتشاركان في التجربة ذاتها، وتجمعهما اتفاقيات عديدة ولا سيما في مجال نقل تكنولوجيا الصناعات الدوائية، آخرها اتفاقية بين معهد فينلاي الكوبي وباستور الإيراني لإنتاج اللقاح الكوبي سوبرانا سيرودوس المضاد لكورونا على الأراضي الإيرانية. زارنا مسؤولون من معهد باستور الإيراني وتم توقيع اتفاق لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح كورونا إلى إيران. التعاون يسير بطريق ناجح جدا، ونسب الفعالية عالية ومتشابهة في البلدين، وفعليا تم البدء بتصنيع اللقاح في إيران تحت الاسم التجاري باستوكوك. ليس مفاجئا إنجاز كل من إيران وكوبا لقاحات لكورونا، فكلا البلدين يشتهر بتطوره في مجالات الطب والعلوم، وبإرادة وقناعة عميقة بأن العلوم مدخل للاكتفاء الذاتي والاستقلال عن ابتزاز الغرب وسياساته الاستعمارية.
الإرادة السياسية لقادة البلدين كانت حاسمة جدا من أجل تطوير هذه العلاقات. قمنا باستغلال القدرات والإمكانيات واستفدنا من كون كوبا في طالعة البلدان في تصنيع اللقاحات من أجل الدفع بالعلاقات لخدمة الشعبين. هذه العلاقة يمكن أن تكون مثالا يحتذى به من قبل بلدان أخرى تناضل من أجل استقلالها والخير لشعبها. لم يتمكن البلدان من إنتاج لقاح لفيروس كورونا فحسب، بل تجاوزت نسبة فعالية اللقاح نسب لقاحات لدول كبرى ووصلت إلى 92% وأربعة أعشار ضد سلالات بيتا ودلتا، وهو ما يتجاوز شروط منظمة الصحة العالمية لتسجيل اللقاح رسمياً. صور اللقاحات المضادة لكورونا في هافانا وطهران تعكس فشل الحصار الذي تفرضه أمريكا وحلفاؤها في تدمير اقتصاد البلدين، وتأتي ثمرة لتاريخ طويل من التعاون في مجال التكنولوجيا. عروة محمود، هافانا، الميادين. والآن إلى الملف الطبي في الصحية. الدخول إلى عيادة طب الأسنان خطوة يخافها المرضى بسبب الآلات الحادة المزعجة والمؤلمة التي يستخدمها الأطباء، ولكن مع دخول التكنولوجيا إلى طب الأسنان أصبح الأمر مختلفا وأكثر يسرا وسهولة. نتعرف إلى النظام الرقمي لطب الأسنان. طب الأسنان لم يعد بعيدا عن التكنولوجيا الرقمية التي اجتاحت كل مجالات الحياة وقطاعاتها، فأصبح طب الأسنان الرقمي الذي يعتمد على التقنيات والأجهزة ذات المكونات الرقمية لتكون بديلا عن استخدام الأدوات الميكانيكية والكهربائية التي يخاف منها المرضى. يعمل طب الأسنان الرقمي ضمن نظام كاد كام، وتعني التصميم والتصنيع من خلال الكمبيوتر، وهو نظام قياس رقمي أعد خصوصا لأخذ القياس البصري للتجويف المعد بواسطة الكاميرا أو السن المحضر، ثم إجراء التصميم والإنتاج بجوار المريض. وهذا يعني التخلص من الطريقة التقليدية في إنتاج التيجان والجسور التي تتطلب وقتا ليتم إنجازها في المختبرات. فمع تقنية كامكاد يتم حفر السن لإعداده للتاج، ويتم التقاط صورة باستخدام جهاز كمبيوتر، ثم يتم نقل هذه الصورة إلى جهاز يجعل العمل أكثر دقة وسهولة وسرعة وكفاءة. ففي هذه التقنية يتم وضع مستشعر إلكتروني أو لوحة فوسفورية في فم المريض لالتقاط الصورة بدلا من الفيلم التقليدي، ثم يتم ترحيل الصورة الرقمية أو مسحها ضوئيا إلى جهاز كمبيوتر حيث تكون متاحة للعرض. كما تساعد الأشعة الضوئية لجهاز كامكاد في النظر إلى العظم أسفل الأسنان لتحديد ما إذا كان مستوى دعم العظام جيدا. كما تساعد الأشعة السينية الرقمية الأطباء والمتخصصين في معرفة ما إذا كانوا قد قاموا بإجراء العملية بشكل صحيح أم لا. لم ينتشر طب الأسنان الرقمي بصورة كبيرة بعد، وذلك بسبب تكلفته المادية العالية، ولكن هذا التطور المستمر في مجال طب الأسنان ودخوله العالم الرقمي يجب أن يكون مصدر اطمئنان وعدم قلق من زيارة طبيب الأسنان، لأن الأدوات المستخدمة اليوم يمكن أن تستبدل بأدوات جديدة رقمية. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الاختصاصي في جراحة الفم والأسنان الدكتور سليم أبو أسبر. أهلا بك عبر الميادين دكتور أبو أسبر. هل لنا أن نعرف أكثر عن طب الأسنان الرقمي، أهم مميزاته؟ نعم، أولا صباح الخير، يعطيك العافية لحضرتك للمشاهدين. بداية، طب الأسنان الرقمي هو علم دخل على طب الأسنان بكل الميادين. حضرتكم بالتقرير ذكرتوا جزء يسير ووضحتوا آلية عمل الميدان الرقمي بعالم طب الأسنان بما يخص القياسات وبعض القراءات الشعاعية، ولكن طب الأسنان الرقمي أو الآلية الرقمية بالتعاطي مع علاجات طب الأسنان تطال
تقريبا حاليا يعني منذ سنوات وإلى حينه صارت أصبحت تطال جزء كبير من العلاجات، بداية من العلاجات اللي جدا بسيطة أو الإجراءات اللي جدا بسيطة اللي هي أخذ القياسات مثل ما حضرتكم ذكرتوا بالتقرير، ووصولا إلى عمليات جراحية كبرى عبر سيرجيكال جايد أو الموجه الجراحي أو الإجراءات الجراحية المتبعة عبر الروبوتكس أو عبر الكات كام مثل ما حضرتكم قلتوا أو عبر الأشعة السينية أو الأكس راي المقطعية أو 3D أكس راي. فطب الأسنان الرقمي فعليا هو حداثة طرأت على عالم طب الأسنان أو العلاجات، أدت بمكان ما إلى نعم تخفيف الوقت بشكل جدا كبير. القياسات اللي أحيانا كانت تأخذ أيام لا بل أسبوع وعشرة أيام وخلافه صارت تخلص تقريبا ببعض المحلات، طبعا بظروف معينة ما بدنا نعمم، بتخلص بساعتين أو بثلاثة بالعيادة دون الحاجة لزيارات متكررة. إضافة لذلك موضوع التكاليف، بطبيعة الحال التكاليف بتزيد بكثير من الأوقات لما يكون عندنا زيارات متتالية، وإضافة لتعب المريض والآلام اللي بيشعر فيها بمكان ما. كل هذه التفاصيل تم علاج جزء يسير منها، جزء كبير منها. طيب. باستخدام التكنولوجيا والكمبيوتر. نعم. دكتور أبو أسبر، على الأكيد أن طب الأسنان الرقمي بدأ استعماله حديثا في العالم العربي تحديدا، هل يمكن أن نعرف متى بدأ انتشاره عربيا ومدى الانتشار خلال هذه السنوات الماضية؟ نعم، بطبيعة الحال عالمنا العربي يحتاج إلى بعض الدعم الحكومي والمؤسسات والدعم من المنظمات الصحية والتي تعنى بالشأن الصحي بكثير من تفاصيل عالم الطب، ولكن كون طبيب الأسنان هو بطبيعة الحال مهنة حرة، وبالتالي الاتجاه الصوب to be digitalized يعني رقمي بمكان ما هو أمر يعتمد على المبادرة الشخصية من كل طبيب. وكوادرنا الطبية بالعالم العربي عند الإمكانية والجرأة والخلفية العلمية لأنه تخوض بغمار هذا العالم الرقمي بجدارة، فمن هون بدرت أو ظهرت، طبعا عم نحكي باستثناءات في بعض الحكومات أكيد تدعم هذا الأمر، ولكن في بعض الأمكنة لجأ الأطباء للمبادرات الشخصية، ونعم دخل إلى العالم العربي هذا الأمر. وحتى بوقتنا الحالي تقريبا من 6 سنوات أو من 7 سنوات صار الموضوع واضح للعيان، حتى صاروا المرضى أو المراجعين صاروا عندهم دراية كافية نتيجة الثقافة اللي صارت موجودة عند أطبائنا بالعالم العربي من 5 و6 و7 سنوات. هذا الأمر دفع بالأطباء بالاتجاه نحو هذا المجال بالعمل الطبي أو بتسهيل الأعمال الطبية لدى. طيب. المرضى. هل نحن دكتور أبو سبر، هل نحن أصبحنا في مرحلة من زراعة وتركيب الأسنان خلال يوم واحد فقط أم أن هناك مبالغة في هذا الموضوع؟ نعم، هذا عنوان كبير، ولكن صحيح عبارة الزراعة أو إمكانية الزراعة والتركيب يعني الإميديت لودينج immediate implantology immediate implant التعبير اللي هو immediate implant هو الزرعة في نفس اليوم اللي بنقلع فيه، قلعنا السن مباشرة بنزرع الزرعة، هذا immediate implant. أما لما نحكي عن immediate loading over implant اللي هو تحميل الزرعة وبالتالي تركيب السن النهائي على الزرعة بنفس الجلسة، هل يمكن تحقيق هذا الأمر؟ علميا نعم، وفرضيا نعم، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى عديد وعديد وعديد من الظروف التي تؤمن إمكانية هذا الأمر أو تجعله متاح بجلسة واحدة. جزء من هذه المعايير اللي تساهم بهذا الأمر عمر المريض، وزن المريض، حتى طول المريض اللي بينعكس بالتالي على الثيكنس أو سماكة العظم وإمكانية العظم أنه يكون بيحمل التركيب بنفس الجلسة. أضف إلى ذلك، اسمح لي بس تفضل. نحن آلية تعاطي الزرعة مع العظم هو بيوضح للمشاهدين حاليا كيفية التعاطي مع موضوع التركيب المباشر. نحن لما نحط الزرعة، هي الزرعة شكلها حلزوني مثل البرغي تقريبا، بتدخل بقلب العظم، وبالتالي لما دخلت الزرعة بالعظم صار في ثبات
ميكانيكي إذا بدك، ثبات أولي نتيجة الحلزنة اللي موجودة بالزرعة بقلب العظم. ولكن هذا الأمر من بعد 15 يوم الجسم بيتعاطى مع الزرعة بطريقة مختلفة، بيدوب العظم داخل الحلزنات، وبالتالي هون منصير نعتمد على سطح الزرعة ومدى تعاطيه أو البيو كومباتيبيليتي، التجاوب البيولوجي ما بين الزرعة، سطح الزرعة والعظم، وبالتالي بيختفي الثبات الميكانيكي للزرعة. بهاللحظة منصير نعتمد على الثبات الاوستيو انتجريشن، الالتحام العظمي بالزرعة من بعد ال 15 يوم. هون إذا نحن لما حطينا الزرعة كانت ثبات الأولي جيد، طبعا مع عظم جيد، مع عناية للمريض، مع ظروف أخرى كمان بنحكي فيها بأوقات تانية إن شاء الله، نعم يمكن التركيب بنفس الجلسة، ولكن الأمر يحتاج لعديد وعديد وعديد من الظروف. نعم. دكتور أبو اسم الرجاء، لدي بعض الأسئلة أود إجابات مختصرة لو سمحت. الكلفة قد تكون عائقا أمام من يود أن يعتمد الطب الرقمي للأسنان، هل الكلفة عالية خصوصا أن العلاج حديث؟ نعم، المشكلة بموضوع طب الأسنان الرقمي حاليا أنه التجهيزات أو المكانات مثل ما قلتوا حضرتكم بالتقرير، الكات كام سوليوشن أو تشير سايد سوليوشن يلي هو الحل الرقمي حاليا لبعض علاجات الأسنان، نعم المعدات التي تؤمن هذه الخدمة كلفتها عالية، تصل إلى أحيانا مئات آلاف الدولارات. نعم بالواقع الحالي، بالوضع الحالي. هل لا يزال هناك بعض الأطباء هل لا يزال هناك بعض الأطباء يرفضون استعماله أو الاعتماد على الرقمية في هذا الموضوع، ولماذا؟ نعم، بطبيعة الحال الخروج من السياق التقليدي صحيح. بالعلاجات أو الخروج من السياق التقليدي بأي مجال بالحياة هو أمر موجود، يعني حتى هلأ بعد إذن حضرتك يعني بموضوع لقاح كورونا لا زال بعض الناس هلأ غير منسجمين مع اللقاح نتيجة بعض الخبريات والتقاليد. فالفكرة الخروج من السياق التقليدي للتعاطي مع العلاجات إلى سياق رقمي يحتاج إلى وقت لذهنية المجتمع تتقبل هذا الأمر. نعم هناك بعض الأطباء إذا بدك يرفضون الدخول بغمار هذا العالم، ممكن لعدة أسباب، ممكن الكلفة بمكان ما لنكون واضحين، وببعض الأحيان الخبرة أو الوقت لمتابعة التطور اللازم، ممكن بعض الأطباء ما يقدر يتأمن عندهم. هذا الأمر طبعا بينعكس على انتشار هذا العلم، وبينعكس أيضا على وهل انعكاس انتشار هذا العلم قد يكون أسبابه أعراض جانبية أو سلبية لهذا العلاج؟ هل هناك من أعراض سلبية أو أثار جانبية؟ بواقع الحال طب الأسنان الرقمي ليس علاج بحد ذاته يؤدي إلى عوارض سلبية، لا. نحن عم نحكي عن إجراء، الإجراء يلي هو فرضا سحب عصب أو معالجة لبية أو تلبيسة على سن معين اللي هو التاج، وبالتالي العلاجات بعدها نفسها، إنما آلية التعاطي مع هذا العلاج أو آلية مقاربة هذا العلاج أو آلية صنع هذا العلاج، إذا كنا عم نحكي عن تلبيسات، عم نروح باتجاه رقمي لنسهل وقت ونختصر بعض الإجراءات، وبالتالي ما في أثر سلبي لطب الأسنان الرقمي على العلاجات، لا بالعكس هناك أثار وآثار كبيرة إيجابية بموضوع الدقة وموضوع السرعة. الدقة التي يحققها المجال الرقمي بالتعاطي مع العلاجات لا يمكن أن يتخيل، بمكان ما يصبح هامش الخطأ أحيانا ببعض العلاجات صفر باستخدام العلاج الرقمي بالطريقة الصحيحة، فلا الأثار السلبية غير موجودة لاستخدام الوسائل الرقمية بالعلاجات. هل يمكن اعتبار هذا العلاج مناسبا للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ولا يستطيعون القدوم إلى العيادة بشكل دوري؟ يعني هو حل لمشكلة لبعض الأمراض أو لبعض المرضى الذين لديهم حالات معينة حرجة. صحيح صحيح 100%. الواقع الأمر أنه طب الأسنان الرقمي مثل ما قلنا مع حضرتك أنه يختصر الوقت ويختصر الزيارات، وبالتالي يسهل العمل ويسهل الإجراء على الطبيب بمكان ما وعلى المريض بنفس الوقت، يختصر مدة العلاج وآليات وخطوات عديدة من العلاج، وبالتالي أصحاب الاحتياجات الخاصة أو الغير قادرين على التنقل، نعم الطب الأسنان الرقمي ممكن. خليني أعطيك مثل بسيط بموضوع طب الأسنان. إذا فرضا في حالة لصاحب احتياج خاص بمكان ما، مقعد فرضا بمنزله، يمكن
بجلسة عبر موبايل يونت انه تروح على بيته ينشغل الشغل اللي لازم ينشغل بفم المريض، وبالتالي بيتاخد القياس عبر انترا اورال سكانينج او 3 دي ايمجينج مثل اللي حكيتوا عنه حضرتكم، مثل اللي عم نشوفها هلا بالطريق بالفيديو. ممكن اخذ القياس من منزله وارساله عبر ايميل الى المختبر، والمختبر من ثم بيخلص الشغل مثل ما قلنا سابقا. كمان الدقه كبيره جدا، وهامش الخطا يكاد يكون صفر، وبالتالي يمكن للمختبر انجاز شغل المريض ومن ثم انتقال هذا الشغل من المختبر للمريض دون خطا بمعظم الحالات اذا كان الشغل مزبوط، ومباشره ممكن التركيب للمريض. هذه وحده من الحالات اللي ممكن توضح مدى سهوله هذا الامر. التركيب السنيه عاده تحتاج بالعياده الى 3 إلى 4 إلى 5 زيارات، طبعا مع تعديل بالالوان وبالشكل وبالعضه وتفاصيل معينه. بطب الاسنان الرقمي هذا كله غير موجود. هل هذا الطب الرقمي بات بديلا عن العلاج العادي ام هو مكمل له؟ نعم، طب الأسنان الرقمي لا ليس هنالك بديل عن العلاج التقليدي. العلاج التقليدي أي بالمسمى، يعني إذا عم نقول فرضا بتر لبي أو سحب عصب أو إجراء جراحي معين أو قلع لسن أو حشوة معينة أو فيلينج يعني كومبوزيت، كل هذه الإجراءات لا زالت موجودة، العلاجات نفسها، ولكن طريقة مقاربة هذه العلاجات والتعاطي معها وصنعها لهذه العلاجات أو طريقة علاجها، بدل ما تكون الأمور رايحة باتجاه تقليدي باستخدام مثلاً لأعطيك مثل باستخدام الشفرة بمكان ما، إذا عنا نحن جراحة معينة حالياً يستخدم بدل الشفرة الليزر الذي بمكان ما يقطع وبيساهم بعملية الشفاء الريكوفري بطريقة جداً أكبر وأسرع من أنه نستخدم شفرة. وبالتالي الديجيتال دنتستري أو طب الأسنان الرقمي يقوم بأداء كل العلاجات التقليدية بطريقة رقمية تساهم بأنه تكون أسهل وأسرع وأدق. البعض يسأل، أليس هناك من عيوب لطب الأسنان الرقمي؟ أليس هناك من شوائب؟ نعم، بطبيعة الحال ليس هناك شيء كامل متكامل بطبيعة الحال، ولكن بنطاق طب الأسنان الرقمي مثل ما قلنا من شوي، هامش الخطأ يكاد أن يكون زيرو صفر، ولكن ببعض الأحيان سوء استخدام مثل أي إجراء تاني، سوء استخدام المعدات بمكان ما، لن نعطي مثل كمان عبر التصوير الرقمي 3D imaging intra oral scanning، إذا تم استخدام الانترا اورال سكانينج بطريقة بتعمل deformation أو خطأ بما بالتصوير طبعا، ومن ثم المراحل كلها اللاحقة بالمختبر إلى حين أنه يرجع الشغل عند المريض عند التركيب يكون كله مبني على خطأ، وما بني على خطأ فهو بالنتيجة أكيد حيكون خطأ. فهامش الخطأ بالاستخدام البشري لهذه المعدات والتجهيزات وهذا العلم وارد طبعا. هذا الأمر بنتخطى بالتدريب وبالدورات وبالمتابعة الدائمة لكل التطورات وكيفية استخدام هذه المعدات، ولكن الخطأ وارد نعم إذا تدخلت اليد البشرية، واليد البشرية طبعا تدخل باستخدام هذه المواد طبعا. الاختصاصي في جراحة الفم والأسنان الدكتور سليم أبو أسبر كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وتنتهي الصحية، شفاكم الله وعافاكم على الدوام، إلى اللقاء.